عسلامة. عسلامة. سلام. عسلامة. عسلامة أختي. سلام عليكم. بي انت معناها كي جيت لتونس ساعة انت وين مقيم بالضبط؟ عرفني بروحك قبل. انا اسمي عبد الستار الشايب من مكثر عياري فهمتي، مقيمين في النمسا عندي اكثر من 40 سنه موجودين هنا، جينا في عطله طويله هنا باش ناخذ الامور نتاعنا ونمشوا، لكن ان شاء الله بحول سمعنا كثير من تونس اللي فيها مشاكل، علاش؟ خاطر هما بعدوا على الاسلام وبعدوا على طريق الاسلام، وهي زيتونه زيتونه وما ادراك بالزيتونه عقب نافع، تاريخ الاسلام موجود، شفناهم حتى في غد كذا جاوا للنمسا وجاوا لالمانيا من مصر من السعوديه من فلسطين يحكوا على تونس زيتونه خضراء مسمينها خضراء، تتونس تونس تونس مسويها تتونس، كان يسموها تونس الخضراء، تونس تتونس، ليش؟ عقب منافق عملنا فيها جم اقدم مسجد اللي في افريقيا هو تونس اللي هنا موجود. طلعت يعني في الدين الاسلام هي الاولى، وعلمت الناس في الاسلام سواء عربي او عجمي، ولا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى، ونحن دعنا لهنا من اول من تونس هذه الخضراء لهنا طلعت هي الاولى في الدين الاسلام. يعني شيء حزن ان شفت بعض المرات برنامج لهنا اللي في تونس طلعت الاذاعه منكم انتم يسالوا في الشباب قالوا شنو تاع قواعد الاسلام الخمس الاولويه؟ ما عرفهاش. علاش خاطر علاش؟ ليه كان يلعب بالانترنت ويلعب بالدنيا وكل شيء؟ هذا دينك، كيفاش ما تعرفش دينك؟ كيفاش بتحاسب ربي انت؟ اول ما يحاسبك يحاسبك على الدين، اول ما يحاسبك يحاسبك على الصلاة، ويحاسبك على الدين شنو عندك؟ ربي يهدي ربي يهدي. شنو الأسباب اللي خلت بعض العباد بعيدة شوية على دين الإسلام؟ أيوا البعض صحيح هذا السؤال جاي بارك الله فيك يعطيك الصح. الجواب هذا علاش؟ البعض علاش؟ خاطر الناس في بعض الناس مش الكل شفت ما نمشي للجامع بعض الناس صحيح شفت متمسكين بالدين ويصلوا ويدعي وإن شاء الله وخاصة هالأمراض اللي جات هذه عالمية كلها قاعد يدعي للبلاد. ايش قال ربي وقال واذا مرضت فهو يشفيني هو شافي ايوب عليه السلام كان مريض علاش؟ دعا خاطر بالقران بالدعاء نتاعو واستجاب لي وسيدنا محمد ايضا قال لك اذا كان عنده حاجه مصيبه ان الله مع الصابرين يدعي علاش؟ قد اهل تونس لان في بعض صحيح شادين في الاسلام في اكثرهم يعني مشكله كبيره هربوا على الدين تهرب على الدين ربي خلق سماوات الارض وانت هارب على الدين شنو كان صليت في دارك يقبلها لك كان صليت في الجامع يقبلها لك هذا دين الاسلام تهربش على الدين لو جاتك مصيبه هذه مصيبه مشكوره من القران لو علاش المشكله ليش قتل الناس هذه في الاحزاب الكثر تو لنا في تونس الاحزاب ما شفناش حتى في امريكا شفنا في اوروبا احزاب قداش من حزب لهنا موجود لهنا قداش من حزب لهنا اعطيني سؤالك قداش من حزب لهنا في تونس موجود 10 ولا 20 ولا قداش ياسر كثير الاحزاب هذه علاش؟ عملوا حزبين ثلاثة أربعة اللي فيهم مفيدين فيهم باش تفاكروا باش يشوفوا البلاد أنا هي أنا الحزب الأصلان باش يعيش البلاد والرسول قال من غشنا ليس منا ما يهتمش بالبلاد ليس منا وهذه دين الإسلام علاش خاطر العباد هربت على الدين؟ ليش أخي تهرب على بلادك ليش من غش؟ في ذي بلادك هذه بلاد جدك وخالك وعمك وجدك هذا تاريخ إسلام هنا موجود في تونس تهرب عليها هذه بلادك أنصح بلادك لا تسرق من الهوفيين كل لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مصيبة علاش هذه بلادك ما تنصحش بلادك مش تنصح من والرسول وسع الجار ننصح بلادنا يا ليت يعني من المغرب الجزائر تونس والليبن نتعاونوا مع بعضنا يا رب نتعاونوا مع بعضنا كفار عرفوا ربي دخل الاسلام فيهم علاش نحن ما نعاونوش بعضنا ما نفهمش علاش شنو الدخل هذه المشكلة الكبيرة علاش هي المشكلة الكبيرة خاطر علاش نحن هاربين على الدين الأكثرية لكن في بعض صحيح يا ريتهم في تونس فولا نمشي المساجد نمشي للزيتون نصلي في ناس تصلي وتدعي ومتقي الله ويدعو حتى على الشفاء وعلى الأمراض هذه بالنسبة لنا نحن المساجد ما زلت مسكرة شنو رأيك في الموضوع؟ هذه مشكلة شنو رأيك معناها نهار الجمعة ما فماش صلاة جمعة ما فماش صلاة عيد؟ هذه مشكلة هذه سمعت عليها زاد في المورو زاد سمعت عليها يوم الجمعة هذه ذكر في القرآن أسعوا إلى صلاة الجمعة وذر البيع وغير ذلك هذا مذكور في الدين دين خلي يصلي المساجد فيه شفاء واذا مرتم القران فيه شفاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه شفاء الانبياء فيهم شفاء هذا باش يشفيك باش تدعي انت مسكر المساجد محل القهاوي محل المشاكل اللي فيها الشياطين وفيها مشاكل ومغلوق الواحد علاش خاطر الحاكم ايضا بعد زاد على الدين انت حاكم تاع عربي تتكلم باللغه العربيه اتقي الله يهديك افتح المساجد خاطر تفتح الابواب الناس تصلي وتدعي ويتعلم دين. اذا كانت ما علمش الصغير وقتاش باش تعلم الرسول كان يعلم الحسن والحسين من صغر الدين وقتاش باش يعلموهم الصغار وقت علموه على الخاوي على الفساد وعلى الانترنت عينيه باش تخرج من الانترنت كان اللهب والعدل هذه مشكله كبيره لازم لا حول ولا قوه ولا شيء اسم بعد مره نشوف انا في نمسا في المانيا نشوف ما بين هنا وتونس نستعجب نقول بلادي تونس المانيين دخلوا الاسلام غادي تحفظ اللغه العربيه مشى للسعوديه يلقى تاريخ الاسلام اللي هو في تونس لولا زيتونه ما دراك نعودها زاد مهم زيتونه تتونس يعني تونس تتونس 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 بالناس تونس الخضراء مسمينها واقدم مساجد اللي هي المساجد لهنا اللي في تونس اقدم مساجد في افريقيا لما توي فتح الابواب الاسلام لكن لان هربت علاش؟ خاطر بعدنا على الدين علاش تبعد على الدين؟ واش هي صلاة بلاش؟ أهل العلم قالوا هي صلاة بلاش،
لو صليت في الشارع يقبل عليك، صليت في البيت يقبل عليك، صليت في الشام يقبل عليك، وهي بلاش وزاد تاخذ بها الجنة. أول ما يحاسب يحاسب على الصلاة. علاش بعد على الصلاة؟ هي صلاة من ركن الإسلام. بالطبع ما يحاسب، علاش أنت هارب عليه؟ علاش خذ البلاد خذ البلاد عربت على الدين؟ هذه مشكلة كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية على كل حال، إن شاء الله خير. البعد البعد على الدين بالنسبة للشباب ترى أنها نتيجة التربية نتاعهم ولا التربية نتاع عائلاتهم؟ اي والله ايش نقول لك، كيف التربه هي تربى الاولاد. هذه سؤال زاد مهم، شفتوا زاد في الخارج في الغربه اللي الاولاد لهنا مشكل. علاش؟ خاطر علاش المدارس نتاعنا يعلموا فيهم الفرنسويه اكثر من العربيه. انا شفتهم زاد يعلموا فيهم الحساب. عندنا قد كيت الصوماليين شافوا افغانستان، المدارس نتاعهم في افغانستان والصومالي هذوما الاثنين حجمه يعلموا اولادهم بالقران واللغه العربيه الاولى، خير من الماتماتيك وخير من 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 الفرنسوي والانجليزي. يعني ليش؟ قال الدين نتاعنا هو الاسلام هو اللي بيشهدنا الجنه، اما الفرنسوي والانجليزي هذيك حياه الدنيا. مش قال ربي خذ نصيبك من الدنيا فقط، هذه حياه الدنيا والاخره خير له يبقى. شوف الصوماليين يعجم يعني وافغان يتعلموا العربيه في المدارس والقران في المدارس اكثر من الماتماتيك واكثر من الحاجات الاخرين. علاش؟ خاطر عرفوا الدين هو الاسلام باش يهزنا للجنه. هو شو قرر؟ اخت باش تموت باش ترجع تقول يا ليتني يا رب سجلني نحب نعشها في الحياه الدنيا نعمل الخير. انا يقول لك لا تاخرت ما عملتش، جهتك شوامع جهتك الاسلام وانت عربي مسلم، انت تاخرت ليش؟ ليش خايف ليش؟ ياخذ الحياه الدنيا تعطي حق ربي، قاعد تحوس انت في القهوه وتعمل في المشاكل، تعطي حق ربي تصلي وادعي. شوف 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 عمر قذافي والبن علي وهزوا فلوس ملايين، نفعتهم فلوسهم؟ نفعتهم فلوس ما نفعتهمش. والله ما نفعتهمش فلوس. مشكلة. انت مقيم بالنمسا. النمسا بفيينا. فرق بعيد برشا، بعيد برشا، بعيد برشا. بلاد جدود نحن الحمد لله نحن زين. يعني كما نحبوش بلادنا ما نجوهاش. فيش الفرق بعيد بالضبط؟ بالطبيعة في النظام، في الحضارة، في النظافة، في المعاملة. معناتها المعاملة الإنسانية من غير إسلام، دخلش الإسلام في الموضوع، لكن كمعاملة إنسانية عندهم فهمتي ولا كش يقولوا فيها؟ يعني ما نعرفش، يعني هي معروفة من قبل الحضارة العربية اللي كانوا خذوا حضارتنا واستعملوها هما، نحن ما استعملناهاش، نحن قلدناهم في حاجات وتخلينا على حاجات قلدناهم. انت قلت لي فما حاجات ما كنتش تعرفهم وعرفتهم، باش تنصح العباد اللي بعدت شوي على دين الاسلام؟ شوفي انا ماني متعمقه في الدين بصراحه، ما نكذبش عليك، انا مسلمه بالفطره، نطبق ديني اللي تعلمته، اللي انا مثلا الصوم والزكاه ما ادري شنو، اما مشني متعمقه اكثر. حاجات مثلا كيف البعض نتاع الاسلام تعلمتها في 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 اوروبا، عرفتي؟ تعلمتها من المصريين، هم اكثر منا بصراحه متعمقين في الدين، عرفتي؟ انا كنت صغيره نعرف اوكي صلي وصوم، لكن فما حاجات اخرى ما نعرفهمش. سبحان الله. ما نجمش تو بديتاي نقولهم لك قديش، لكن تعلمت غادي اكثر من هوني بصراحه، بحكم يمكن خاطر المدرسه. طبعا اللي تعلم ودخل المدرسه اكثر من اللي ما تعلمش، فهمتي كيفاش؟ تعلمناهم حاجات بالمخالطه بالممارسه، عرفتي كيفاش؟ هذاك ما نقول لك ما عادش. ان شاء الله ربي يهدي الجميع. امين امين ان شاء الله.